يستمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا وأفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين أن فكرة تأجيل الحظر المقترح على وارداتها النفطية للروس مطروحة على طاولة الاجتماع بعد تمسك المجر برفضها القرار وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شلابنبرغ أن بلاده تتوقع ان يوافق الاتحاد الاوروبي على حزمه عقوبات سادسه على روسيا خلال الايام المقبله